لكن هتكلم هنا في نقطة مهمة جدا، لأن أنا تعهدت إن إحنا دايما نبقى في إطار من الصراحة والشفافية في هذا الموضوع. إحنا لازم نكون حاطين كل السيناريوهات. لما بقول كلمة اقتصاد حرب مش معناها إن مصر هتدخل حرب، ودي أنا بأكد عليها. ثوابت الدولة المصرية إنها لا تدخل في حرب إلا إذا هددت بصورة مباشرة وحصل عليها تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية. لكن غير كده مصر دايما ماشية بأسلوب متوازن جدا، وثوابتنا واضحة جدا، وإن إحنا قواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حصل لها تهديد مباشر. فبالتالي لما بنقول هذه الكلمة بتكلم على سيناريوهات. لو ماذا لو النهاردة، وأعتقد حضراتكم بتابعين مش سر، إذا ما تفاقمت الحرب اللي موجودة النهاردة وتم استهداف المنشآت النفطية والمنشآت النووية اللي موجودة في المنطقة، ماذا سيحدث؟ وإذا الموضوع تحول إلى رد متبادل والموضوع تفاقم وخرج برا السيطرة، بالتالي هناك تداعيات هتبقى هائلة على كل حاجة، بما فيها أول شيء أسعار البترول وأسعار المنتجات وتأمين وصول المنتجات، حتى بغض النظر عن سعرها هيبقى ازاي، ان احنا بتؤمن انها تروح للعالم كله بما فيه مصر. وبالتالي لازم ده نكون حاطينه كسيناريو. السيناريو الاخر تأثير الكلام ده كله، الحرب دي لو حصلت على حركة التجارة وعلى كل الشبكات التجارة والنقل واللوجستيات اللي هتبقى موجودة، فكل ده لازم نكون متحسبين ليه. فبالتالي هو ده اللي احنا كنا بنقول، ان احنا حاطين السيناريو اللي احنا ماشيين فيه الاوضاع الحالية وحنتعامل معها ازاي. لو الاوضاع ممكن تأزمت شوية هيحصل ايه، مرورا حتى اقصى يعني السيناريوهات تشاؤما، واللي بندعو الله كلنا ان هو ما يحصلش، لو حصلت لقدر الله حرب اقليمية والموضوع خرج برا سيطرة اي حد. فبالتالي دورنا كحكومة ان احنا نكون متحسبين لهذا الموضوع. وبالتالي كلمة الاقتصاد الحرب يعني معناها ان انا اكون ازاي بوجه موارد الدولة كلها لتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن وللحياة بتاعت المواطن. نضمن ازاي ان الكلام ده يحصل عشان يبقى باقل قدر ممكن من الاضرار بالمواطن المصري،